جزء معين من الهاردوير ألا وهو البروسيسور. دماغ الكمبيوتر، صح؟ دماغ الكمبيوتر. طيب حاجة تانية. طب اما لو ده دماغ الكمبيوتر، سؤال يعني ممكن تكون عارفه او ممكن ما تكونش عارفه، مش مشكلة. لو ده دماغ الكمبيوتر، ايه بقى ايد الكمبيوتر ورجليه والاطراف بتاعت الكمبيوتر بنسميها ايه في الكمبيوتر؟ بنسميها بريفيرال. تمام، بريفيرال. تمام. طيب بريفيرال دي اطراف الكمبيوتر اللي هي البرينتر والسكانر والسي دي والحاجات دي كلها. الكتابة صح اهي، ادي الكتابة الصح. تمام. دي اطراف الكمبيوتر. طيب تعالوا احنا نسيبنا من الاطراف دلوقتي. انا بس علشان لو قابلتك الكلمه في اي مكان او في اي حته او قريتها في اي كتاب او في سؤال من الاسئله اللي انا مديها لك تبقى فاهم معناها ايه. انا عايز اتكلم دلوقتي عن البروسيسور نفسه. بقى احنا ممكن نسال سؤال لذيذ كده. لو سمحتوا مراعاة لمشاعر الجميع. يعني انا مش عارف ليه في ناس تعرف تتكلم على الشات وفي ناس ما تعرفش، انا عامل ديسيبل للجميع. فلو سمحتوا ما حدش يتكلم، علشان ما حدش بس يبقى يشوف ناس بتتكلم وناس ما بتتكلمش يقول اشمعنى. ممكن؟ طيب تلات مكونات للبروسيسور، جوه البروسيسور لو تعرف حاجة منهم قول. حد قال الكاش. تمام صح. حاجة تانية. ايه اللي يو اختصار ايه؟ تمام. طيب اهم حاجة بقى، اهم من الاتنين دول، Central Processing Unit، وحدة التحكم المركزية Central Processing Unit. تاني حاجة وحدة الحساب والمنطق Arithmetic Logic Unit. تالت حاجة الذاكرة الرئيسية الكاش ميموري. تعالوا نتكلم عن كل واحدة من دول شوية. السنترال بروسيسنج يونت هي المخ بتاع الكمبيوتر اللي بتوصل بين او اللي دايما مصدر المعلومات. ايه هي قدامنا كتير؟ هي قدامنا كتير ايه؟ هي قدامنا كتير دي مش فاهم.
السنترال بروسيسنج يونت فتاع. طيب السنترال بروسيسنج يونت هي الوحدة الأساسية للكمبيوتر. طيب السنترال بروسيسنج يونت دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتحول الداتا اللي هي البيانات الى انفورميشن اللي هي معلومات، تمام؟ يعني دي اسمها كلمة تحويل الداتا اللي هي البيانات الى انفورميشن اللي هي معلومات، دي اسمها ايه؟ بروسيسنج اللي هي المعالجة، تمام؟ يبقى وظيفة السنترال بروسيسنج يونت انها بتحول الداتا الى انفورميشن من خلال عملية اسمها بروسيسنج. طيب السنترال بروسيسنج يونت دي جزء اساسي من الاجزاء اللي دايما افكر فيها وانا بشتري كمبيوتر. ليه؟ لان هي دي اللي سرعتها بتأثر على سرعة الكمبيوتر. انت لو الكمبيوتر بيحول الداتا الانفورميشن في وقت قليل يبقى اسرع، يبقى كويس. طب لو في وقت اكتر يبقى بطيء، وبالتالي هيبقى ارخص، وبالتالي هيبقى ابطا، مش هيساعدك في شغلك، او مش هيساعدك في انك تعمل الحاجه اللي انت عايزها. يبقى السنترال بروسيسنج يونت هي الوحده المسؤوله عن تحويل الداتا الى انفورميشن، تمام؟ الصوت شغال ولا مش شغال عند الناس؟ الصوت شغال على ما اعتقد. طيب دي حاجه. يبقى احنا قلنا السنترال بروسيسنج يونت بتحول الداتا الانفورميشن من خلال عمليه اسمها بروسيسنج. طيب السنترال بروسيسنج يونت سرعتها بقيسها بحاجه اسمها ايه؟ هرتز، صح؟ عارفين الهرتز؟ الهرتز هو اللفه في الثانيه، تمام؟ يعني السنترال بروسيسنج يونت دي بتعمل بتعالج قد ايه من الداتا في الثانيه؟ التردد بالظبط كام ذبذبه في الثانيه؟ اللي انت بتشوفها مكتوبه على البروسيسور مثلا 3.2 جيجا هرتز، ده تردد البروسيسور. او مثلا البروسيسورز القديمه يقول لك 512 ميجا، يقول لك اسمه ايه ده، مش عارف 512 ميجا او 1 جيجا او 1.7 او 2 وهكذا. لا دلوقتي كله جيجا، دلوقتي كله جيجا هرتز، دلوقتي كله جيجا هرتز، مفيش ميجا هرتز دلوقتي في السوق. يعني اقل حاجه موجوده في السوق دلوقتي 3 جيجا هرتز، تمام؟ الجيجا اعلى، تمام. انا مش داخل في موضوع قوانين فيزيكس والحاجات دي، انا بس يهمني انك تعرف ان في حاجه اسمها سنترال بروسيسنج يونت. السنترال بروسيسنج يونت دي بتعمل ايه؟ بتحول الداتا لانفورميشن عن طريق عمليه اسمها بروسيسنج. طيب هي بتحولها بسرعه ولا ببطء؟ اقدر اعرف كده من التردد. التردد لو عالي يبقى سريعه، لو قليل يبقى بطيئه. طيب ده كل اللي المفروض يعرفه من السنترال بروسيسنج يونت. يبقى سرعه البروسيسور بتتقاس بالجيجا هرتز او ميجا هرتز لو لقيتها في الامتحان، على اساس ان اسئله الامتحان بيبقى فيها حاجات قديمه شويه. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه للسنترال بروسيسنج يونت. تعالى بقى على الارثماتيك لوجيك يونت. ايه هي الارثماتيك لوجيك يونت دي؟ وحده الحساب والمنطق. تعالى اسال الكمبيوتر، قول له هو 10 على 0 يساوي كام؟ حد يقول 10 على 0 يساوي 10 على 0 يساوي 100 غير معرفة، غير مش منطقي. ايه الرقم اللي لو ضربته في 0 يساوي 10؟ مفيش. طيب 0 على 0 يساوي 0 على 0 يساوي كام؟
طب تعالوا نسأل نفسنا سؤال، ايه هو الرقم اللي لو ضربته في زيرو يديك زيرو؟ ايه هو الرقم اللي لو ضربته في زيرو يديك زيرو؟ اي رقم. تمام، صح، الاجابة الصح اي رقم، كل الارقام لو ضربتها في زيرو تديك زيرو، يبقى كمية غير معرفة او كمية غير معينة ان انا الزيرو على زيرو. اللي بيحدد للكمبيوتر لو الكمبيوتر لقى حاجة غير منطقية زي دي، المسؤول عن تحديد الحاجات دي الارثماتيك لوجيك يونت. تمام؟ طيب، ثالث جزء من مكونات الكمبيوتر الكاش ميموري. كنت زمان تقول لك البروسيسور التلاتة اللي كاش 2 ميجا، صح؟ كنت يقول لك بروسيسور 3 كاش 2، دلوقتي يقول لك بروسيسور 3 و2 كاش مش عارف مين، ويقول لك بروسيسور اللي مش عارف مين هو ده اللي هيشغل كل حاجة، صح؟ وكنت تلاقي بقى ايه، انا ماليش دعوه دلوقتي، انا بتكلم على زمان ايام الايه، ايام ما كان نزل الدول كور والكور 2 ديو، الناس لسه بتتكلم في 3 كاش 2 ميجا. يقول لك 3 كاش 2 ميجا ده حاجه رهيبه، والناس اساسا ما تعرفش يعني ايه كاش 2 ميجا اساسا. طيب، يعني ايه كاش ميموري؟ هي الذاكره الاساسيه بتاعه الكمبيوتر. يعني ايه الذاكره الاساسيه؟ يعني انت اي ملف بتشتغل عليه دلوقتي، اي ملف بتشتغل عليه دلوقتي بيبقى مفتوح جوه الكاش ميموري علشان البيانات تتعالج باسرع ما يمكن او باسرع وقت جوه الكمبيوتر، جوه البروسيسور. يعني انت دلوقتي الملف اللي انت شغال عليه بيتنقل من الهارد ديسك الى الكاش ميموري علشان تتم عليه عمليات التشغيل والمعالجه والبروسيسنج وتحويل الداتا انفورميشن زي ما احنا قلنا. تمام، المسؤول عن تخزين الملف وقت تشغيله، وقت تشغيله الكاش ميموري. تمام، يبقى ده بالنسبه للبروسيسور. طيب، يبقى انت لو عايز تنزل تشتري بروسيسور، حاجه من بيننا وبين بعض كده بعيد قوي عن امتحان اي سي دي ال، لو عايز تنزل تشتري بروسيسور اول حاجه تفكر فيها ايه؟ ها، الفريكوانسي او التردد، التردد والكاش ميموري، دور على الاثنين دول، قارن بين الاثنين دول في اي بروسيسور. طبعا اول حاجه، اكتر حاجه بتحدد انك تشتري بروسيسور ايه، انت معاك كام. تمام، بس انا بفرض ان انت يعني فرضا ان انت معاك ميزانيه كويسه، دور على اعلى حاجه، على اعلى، دايما تدور على التردد والكاش ميموري. تمام، كل ما يكونوا اعلى، كل ما يكون البروسيسور اسرع، وبالتالي يكون الكمبيوتر ايه، اسرع. طيب، عايزين نتفق على حاجة، أي حاجة أقول لك فيها تردد تبقى بتتقاس بالهرتز، أي حاجة أقول لك فيها ميموري تبقى بتتقاس بالإيه؟ بالإيه؟ طيب الكاش ميموري 2 ميجا، 2 ميجا هرتز ولا 2 ميجا بايت؟ مثلاً، أو دلوقتي في السوق 8 و 12 ميجا هرتز ولا ميجا بايت؟ بايت 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 بايت، صح، شطار 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 وامامير وحلوين ومذاكرين. طيب، يبقى اي ميموري زي الكاش، واي ستورج زي الهارد ديسك، كل الحاجات دي بتتقاس بالبايت والكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت وهكذا، ومضاعفاته لحد ايه؟ لحد تيرا بايت زي ما احنا دلوقتي بنقول، والناس دلوقتي بقت بتتكلم في حاجه اسمها بيتا بايت اللي هو 1000 تيرا. تمام؟ مين اللي زعلان؟ مين اللي زعلان؟ زعلان ليه؟ ليه؟ قول، مش فاهم ايه؟ قول اللي انت مش فاهمه. آخر المحاضرة.
حاسس انها صعبه شويه، هي ايه اللي صعبه؟ قول لي بس الجزء الصعب وانا هسهله لك على الاخر. طيب اللي عنده الصوت مش شغال يجرب يوقف اي داونلود هو بيشغله، انا حتى نفسي انا موقف اي داونلود انا عامله. تمام؟ طيب نرجع تاني لموضوعنا. احنا قلنا اي ميموري بتتقاس بايه؟ قلنا اي ميموري بيتقاس بايه؟ بالبايت ومضاعفاته، واي تردد بيتقاس بالهرتز ومضاعفاته، جيجا كيلو ميجا كل الحاجات دي. تمام اتفقنا. طب انا عايز اسالك سؤال، بس عايز اسال سؤال اشوف الناس ايه رايها. اللي مش عارف يقول مش عارف، اللي عارف يجاوب. تمام، فانا هسال سؤال دلوقتي، هسالك اقول لك مثلا واحط لك اجابات لذيذة كده. الناس اللي ما جاوبتش على السؤال مش عارفة. في 12 ما جاوبوش على السؤال، هل هم مش عارفين الإجابة؟ اه صح نسيت. نسيت.
نسيت خانة مش عارف دي. اتفضل اسأل، اللي عايز يسأل يتفضل، بس سؤال واحد 193، رقم 193 اسأل بس. لو سؤال في الموضوع اسأل، لو سؤال بره الموضوع ما تسألش. لا انا عايز بس خلاص، مفيش اسئله دلوقتي. طيب معلش انا اسف، انا اسف مش هقدر اجاوب على سؤال خارج الموضوع دلوقتي، اخر المحاضره اخر المحاضره اخر المحاضره ان شاء الله الاسئله زي ما انتوا عايزين، ممكن نمد الوقت زي ما احنا عايزين لحد الاسئله. طيب يبقى زي ما كل الناس جاوبت، الجيجا بيساوي 1024 ميجا بايت، تمام؟ طيب لو بصينا على وحدات القياس بقى كلها كده، تعالوا نمسكها من الايه؟ من الصغير للكبير. لو سمحتوا مش عايز اسمع صوت. لو سمحتوا محدش يتكلم، انا هقولهم، انا فاتح الشات احتراما ليكم بس. أول حاجة بت. طب إيه هو البت ده؟ إحنا ممكن نكتب بس الأول إيه؟ دي وحدات قياس البيانات. البيانات، تمام؟ البت ده لو سمحتوا محدش يتكلم. البيت ده يا اما البيت ده يساوي حرف، حرف واحد بس من حروف لغة الكمبيوتر، تمام؟ حرف واحد بس من حروف لغة الكمبيوتر. طيب هي حروف لغة الكمبيوتر كام حرف؟ ايه ده، هو الكمبيوتر اصلا ليه لغة؟ اه الكمبيوتر ليه لغة غير اللغة بتاعتنا. طيب ايه هي حروف اللغة بتاعت الكمبيوتر؟ حروف لغة الكمبيوتر سهلة جدا، حرفين، صفر، الحرف الاول اسمه صفر والحرف التاني اسمه واحد بس، دي حروف لغة الكمبيوتر. طيب حاجة تانية، الزيرو لو كتبت الزيرو لوحده ادي كده، ده يبقى اسمه بت. لو كتبت الواحد لوحده يبقى اسمه بت. طب كتبت الاتنين جنب بعض يبقى اتنين بت. طب كتبت تمانية جنب بعض يبقى اسمه بايت، تمام؟ يبقى البايت بيساوي كام؟ تمانية بت، تمام؟ طيب طب ايه الاكبر من البايت؟ كيلو بايت. كيلو بايت. طيب كيلو عندنا في اي مكان في الوزن مثلا والمسافات بيساوي 1000، تمام؟ الكمبيوتر ما بيساويش 1000، بيساوي 1024 زي ما كتبنا في السؤال، 1024، تمام؟ ما عندناش 1000. طيب لو جالك في الامتحان، لو جالك في الامتحان ساعات الامتحان بيستغبى، بيستغبى، انا مش شايف لها مش شايف لها تفسير غير كلمه بيستغبى بصراحه يعني. بيعمل ايه؟ بيجيب في الاختيارات ما يجيبش 1024 بس يجيب 1000 بس. طب لو لقيت 1000 و1024 في الاختيارات في الامتحان يبقى اختار 1024، ما لقيتش 1024 يبقى اختار 1000، تمام؟ طيب يبقى كيلو بايت بيساوي 1024 ايه؟ بايت. طيب ايه الاكبر من الكيلو بايت؟
الميجا بايت. والميجا بايت ده بيساوي ايه؟ 1024 ايه؟ من اللي قبله وهكذا. طيب انا مش هكتبهم بقى، بعد اكبر من الميجا جيجا بايت. طب اكبر من الجيجا، اكبر من الجيجا تيرا بايت، واكبر من التيرا بيتا بايت. يعني ما اعتقدش لسه ما وصلناش لحاجه اكبر من كده لحد دلوقتي. يبقى كل حاجه من دول بتساوي 1024 من اللي قبله، بتساوي ايه؟ 1024 من اللي قبله. تمام؟ يعني البيتا بايت بيساوي 1024 تيرا، والتيرا بيساوي 1024 جيجا، والجيجا بيساوي 1024 ميجا، وهكذا لحد ما نوصل للبايت اللي بيساوي 8 بت. طيب اكبر كاش ميموري موجود في السوق هو المفروض 12، كان موجود 12 قبل كده بس دلوقتي مش موجود في السوق، اكتر حاجه موجوده في السوق 8. تمام؟ يبقى ده بالنسبه ل الكاش ميموري والارثماتيك لوجيك يونت والسنترال بروسيسنج يونت. ده بالنسبه للبروسيسور. وده بالنسبه للبروسيسور، وبالتالي كده نكون خلصنا الهاردوير. طيب سؤال بسيط في اخر الهاردوير، انا ممكن ما اقولوش بس انا عايز اقوله علشان نشترك سوا، يعني علشان نتشارك سويا سويا كده. تعالوا نتكلم عن، قبل ما اسال سؤالنا اتكلم عن الرامات، او مش هتكلم عن الرامات، انا هتكلم عن الميموري عموما بقى. الميموري في الكمبيوتر دايما بقسمها لنوعين، تمام؟ الميموري بتاعت الكمبيوتر بقسمها الى نوعين. اول نوع وليكن مثلا ريد اونلي ميموري، وتاني نوع ريد اند رايت، تمام؟ دول نوعين من انواع الرامات. طب ايه هو الريد اونلي ميموري اللي ينفع تعمل ايه؟ ينفع تنسخ عليه مره واحده وبس، بعد كده ما ينفعش تنسخ عليه حاجه ولا تضيف اي عليه اي حاجه ولا تحذف منه اي حاجه، زي السي دي. ابسط مثال السي دي، وعندنا كمان مثال تاني اسمه البايوس، حاجه كده بتبقى موجوده، شريحه بتبقى موجوده على البورده ما ينفعش اضيف عليها اي حاجه ولا امسح منها اي حاجه. طيب علشان لو قابلتك في الامتحان او في اي كتاب تبقى عارف معناها ايه. طيب ايه الريد اند رايت؟ الهارد ديسك والفلاشه مثلا والسي دي ريرايتبل وهكذا. يبقى ده نوع من انواع او ده تقسيم من تقسيمات الميموري، ريد اونلي ميموري وريد اند رايت ميموري. ايه الريد اونلي ميموري اللي ما ينفعش اعمل عليها اي حاجه، انسخ عليها مره واحده بس، بعد كده مش هينفع انسخ عليها تاني ولا احذف منها ولا اعدل فيها، يعني لا نسخ ولا حذف ولا تعديل، قراءه فقط، تفتحها بس تشوف اللي عليها ايه بس. ريد اند رايت يعني تقدر تنسخ وتعدل وتحذف وتضيف عليها زي ما انت عايز. طيب عندنا تقسيم تاني للميموري بنسميها، النوع الاول بنسميه فولاتايل ميموري، النوع التاني بنسميه نون فولاتايل ميموري.
يعني ايه فولاتايل ونان فولاتايل؟ يعني ذاكره متطايره وذاكره غير متطايره. ان الفولاتايل ميموري دي يعني ايه متطايره او غير متطايره؟ متطايره يعني طول ما الجهاز شغال وفيها كهرباء هتفضل تحتفظ بالبيانات لحد ما الجهاز يقفل كل البيانات اللي عليها ايه؟ تتمسح. لحد ما الجهاز يقفل كل البيانات اللي على الفولاتايل ميموري دي تتمسح، يشتغل تاني تتنسخ عليها بيانات تاني جديده. اول ما تقفل الكمبيوتر بح كله ايه؟ اتشال. كله مشي، كله خلص. ده الفولاتايل ميموري. زي ايه؟ زي الرامات. الرامات وظيفتها انها تخزن البيانات بتاعت الملفات اللي انت شغال عليها دلوقتي. طب انت مش شغال على اي حاجه وفصل الكهرباء، الرامات فاضيه. فاضيه. ما فيش عليها اي حاجه. طول ما الجهاز مقفول كل حاجه على الرامات تتمسح وبعد كده ترجع تشتغل تخزن عليها تاني. طيب النون فولاتايل ميموري اللي حتى لو قفلت الجهاز بتبقى موجوده زي بقى الفلاش والهارد والحاجات دي كلها، اي حاجه ثانيه غير كده. طيب ده بالنسبه للبروسيسور والميموري، وكده انتهينا من موضوع الهاردوير. بس برضو زي ما قلت عايز اسالكم سؤال كده كويستشن. سؤال بس ناخد راي بعضنا فيه. عايز اسمع اجابة. ما هي العوامل التي تؤثر على اداء الكمبيوتر؟ اول حاجة بالمناسبة انا عايز اقول حاجة، بس عايز اقول ملاحظة بالنسبة لتردد البروسيسور اللي احنا بنقيسه بالجيجا هرتز. احنا بنسمي تردد البروسيسور ده حاجة اسمها كلوك سبيد، تمام؟ بنسميها كلوك سبيد. طيب حجم الايه؟ حجم الرامات. ايه تاني؟ ديسك سبيس، تمام. مساحة الهارد 4. لا مش ممكن سؤال. غلاسة، مفيش أسئلة. اكتب سؤالك في ورقة وبعدين ابقى اسأله. لما أقول لك اسأل يبقى اكتب سؤالك في ورقة عشان ما تنساهوش، وبعدين لما أفتح وقت الأسئلة ابقى اسأل. طيب ديسك سبيس، ديسك اول حاجه بروسيسور كلوك سبيد، بعد كده الرام سايز، بعد كده كارت الشاشه. بس انا هسميه حاجه فيديو ميموري، انا هسميها هي اسمها كده فيديو ميموري. ذاكره الفيديو، تمام. طيب سؤال سهل للناس اللي بتقول ان الاي تي صعب. الناس اللي بتقول ان الاي تي صعب يسمعوني. ها، حجم الشاشه يؤثر على اداء الكمبيوتر، صح ولا غلط؟ بالعربي اهو السؤال اللي انا كاتبه. What are the main factors؟ ما هي العوامل الرئيسية that affect the computer performance، التي تؤثر على أداء الكمبيوتر؟ السؤال اللي أنا بسأله للناس
السؤال اللي انا بسأله للناس، هل يؤثر حجم الشاشة على اداء الكمبيوتر؟ يعني لو شاش لو كمبيوتر شاشته 19 يبقى احسن من، يبقى اسرع من كمبيوتر شاشته 15؟ لا طبعا. طيب ما كلنا بنقول لا اهو، وكلنا بنقول لا لا، الناس بتكتب لا لا لا. طيب يبقى سهل اهو. طيب سؤال تاني، هل يؤثر حجم الورق اللي احنا بنطبع عليه على اداء الكمبيوتر؟ لسه ما انتهتش المحاضرة، لسه بدري. لا لا لا، صح صح صح. مين بقى اللي بيقول ان الاي تي صعب؟ انا مش عارف ايه اللي صعب فيه، باقي على المحاضرة 25 دقيقة، الكلام كتير قوي. التكرار بيعلم مين؟ ها بيعلم مين؟ الشطار، صح الشطار، صح. ايه شطار؟ تمام؟ ايه شطار؟ المشكلة في المصطلحات. طيب احنا عايزين نعمل حاجة، نتفق اتفاق لذيذ جدا، ممكن نتفق اتفاق لذيذ جدا كده. انا اتفقت مع الناس اللي حضرت معايا اول مرة، كانت اول امبارح، النهاردة ثالث محاضرة لينا. فانا اتفقت مع الناس، اللي حضرت معايا اول محاضرة اتفقت معاهم اتفاق لذيذ جدا، الا وهو ان احنا نعمل ايه؟ نعتبر نفسنا بناخد كورس الكمبيوتر الاي سي دي ال، ومعاه كورس مصطلحات كمبيوتر. يعني ايه مصطلحات كمبيوتر؟ يعني انت لو قابلتك كلمة زي فاكتورز مثلا، فاكتورز دي معناها عوامل، اجي عندي كشكول كده هسميه كشكول كشكول المصطلحات، كشكول الايه؟ المصطلحات، واكتب فيه كلمة فاكتورز وجنبها كلمة عوامل، كلمة بروسيسور وجنبها كلمة المعالج. بس أهم حاجة، أعمل إيه؟ إن أنا ما أفضلش أعود نفسي أقول إن كلمة بروسيسور يعني المعالج، لا خلاص. كمان في نصيحة تانية أو حاجة تانية، معلومة تانية بالنسبة للناس اللي بتشتكي من اللغة، من الإنجليش. مش لازم أعرف معنى كل كلمة. تمام؟ يعني ايه مش لازم اعرف معنى كل كلمة؟ يعني مثلا كلمة زي الكلمة دي resolution مثلا، انا قلت المثال ده للناس قبل كده. كلمة resolution يعني دقة وضوح الشاشة، تمام؟ ده معناها بالعربي. عندك المعنى اللي بالعربي اتفضل بقى روح اتكلم مع الناس قول لهم انا عايز اغير دقة وضوح الشاشة، هيقول لك ايه؟ نعم؟ مين؟ كده يعني. طيب انما روح قول لهم انا عايز اغير الريزوليوشن، هيقولوا لك اه اعمل كليك يمين على الديسكتوب واختار بروبرتيز لو انت في ويندوز اكس بي، او بيرسونلايز لو انت في ويندوز 7 واعمل كذا. طيب هم ايه اللي هم فاهمين يعني ايه ريزوليوشن بس مش فاهمين معناها بالعربي؟ افهم المقصود من الكلمه، ما تحاولش تفهم الترجمه الحرفيه للكلمه. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ انا عايز كل الناس تقول لي اتفقنا، صح؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا، صح. يبقى كده اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا، تمام. تعالوا بقى، في خمس دقايق كده نتكلم عن ايه؟ احنا كل كلامنا النهارده كان عن الهاردوير، تعالوا بقى نتكلم عن السوفت وير، صح؟ كده احنا خلصنا كلام عن الهارد، اظن يكفي الهاردوير. نتكلم بقى عن السوفت وير. ايه هو السوفت وير؟ قلنا
المكونات الايه الغير ملموسة جوه الكمبيوتر. تمام؟ لا، كلمة البرامج غلط. الاي تي النهاردة كان المفروض يخلص النهاردة، بس شكله مش هيخلص النهاردة غير المادية. يعني ايه؟ يعني اي برنامج واي لعبة واي فيلم واي مش عارف ملف وورد، كل دي سوفت وير. الحاجات اللي انت ما تقدرش تمسكها، اللعبه دي بتمسكها بايدك؟ لا ما بتمسكهاش، صح؟ تبقى سوفت وير، وهكذا. تمام. طيب كل السوفت وير ده، كل السوفت وير اللي موجود في الكمبيوتر اقدر اقسمه، اقدر اقسمه لنوعين. عارف والله، عارف ان الناس كلها عارفه، عارف انكم علماء، عارف انكم ايه؟ علماء. ماشي يا علماء، السوفت وير بقسمه لنوعين. اول نوع واحد الروس الثابت، روس، خبراء روس. النوع الاول Operating System، النوع الثاني Applications. يبقى النوع الاول Operating System والنوع الثاني Applications. طيب هو ايه الاوبريتنج سيستم وايه هي ايه الابلكيشن؟ الاوبريتنج سيستم عباره عن، الاوبريتنج سيستم عباره عن السوفت وير او النوع من السوفت وير المسؤول عن ترجمه، خلوا بالكم من كلمه ترجمه دي، هي اللي تفكرنا، ترجمه كل التعليمات والاوامر والمعلومات اللي بتنتقل بين البروسيسور والبريفيرالز. فاكرين كلمه بريفيرالز اللي احنا لسه قايلينها من شويه؟ تمام. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين طبعا، ولا نسينا؟ قعدنا نضحك كتير فنسينا. فاكرين السوفت وير المسؤول عن ربط كل مكونات الكمبيوتر وترجمة التعليمات والأوامر اللي بتصدر من البروسيسور إلى البريفيرالز والعكس، وكل التعليمات والأوامر واللغة المتبادلة بينهم، وفي نفس الوقت ترجمة كل الحاجات دي بين اليوزر وبين الكمبيوتر، وترجمة كل التعليمات اللي بيصدرها اليوزر من لغة أنت بتفهمها الى لغه الكمبيوتر بيفهمها. الكمبيوتر لغته غير لغتك خالص، الكمبيوتر جاهل ما بيعرفش انجليزي. يعني على فكره انت احسن من الكمبيوتر، انت ما تقولش مشكله في الانجليش، الكمبيوتر نفسه عنده مشكله في الانجليش، الكمبيوتر ما بيعرفش انجليزي. تمام. احنا ان شاء الله هنطلع عدى منه ونعرف انجليش احسن منه. تمام. يبقى الكمبيوتر بيتكلم لغه واحده بس، هي لغه الزيروز والوانز، الاصفار وحايد، كلها كده بس، صفر وواحد. تمام. طيب تعال انت بقى، بتتكلم لغه فيها 28 حرف وغيرك بيتكلم لغه فيها 26 حرف وغيرك بيتكلم لغه فيها 124 حرف وغيرك، كل اللغات دي الكمبيوتر ما بيفهمهاش. الشيء المسؤول عن ترجمه اللغات دي كلها للغه الكمبيوتر والعكس اسمه Operating System. طيب كلنا علماء طبعا، عارفين ايه هي الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده جوه الكمبيوتر، او الاوبريتنج سيستمز اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه. احنا بنستخدم ويندوز، غيرنا بيستخدم ابل، غيرنا بيستخدم لينوكس، كل دي نوع انواع من الاوبريتنج سيستم. طبعا علشان ما فيش وقت انا كان ممكن اتكلم في تاريخ الاوبريتنج سيستمز كمعلومات عامه لينا، انما يعني ما فيش وقت، انا عايز اخلص على الاقل السوفت وير النهارده. يعني كان المفروض اخلص الاي تي النهارده بس احنا لعبنا كتير. ما علينا، حصل خير قدر الله وما شاء فعل. المهم
يبقى ده بالنسبه للسوفت وير. طيب يبقى هو السوفت وير وظيفته ايه؟ الترجمه زي ما احنا قلنا بس. يبقى السوفت وير الاوبريتنج سيستم، اقصد الاوبريتنج سيستم هو سوفت وير وظيفته كذا بس. تمام؟ تمام. تمام. طيب. طيب انما اي طيب ايه هي الابلكيشنز بقى؟ ايه هي الابلكيشن؟ اي سوفت وير بيعمل اي حاجه غير الايه؟ غير الحاجه اللي بيعملها الاوبريتنج سيستم. تمام؟ يعني اي وظيفه بيعملها اي برنامج غير الوظيفه بتاعت الاوبريتنج سيستم ده كده يبقى اسمه ابلكيشن. سواء بقى برنامج كتابه زي الوورد، تمام، ده ابلكيشن. برنامج للجداول زي الاكسل ده ابلكيشن. برنامج للبرزنتيشن زي الباوربوينت ده ابلكيشن. برنامج مش عارف للداتابيز زي الاكسس ده ابلكيشن. بس الاحظ حاجه، الاحظ ان كل ايه، انا الاحظ الاحظ ان كل ابلكيشن من الابلكيشنز بيقوم بوظيفه معينه. طيب ينفع اجيب برنامج ابلكيشن بتاع كتابه زي الوورد واقول له واقول له مثلا انا عايز اعمل رسم هندسي، او انا عايز ابرمج، او انا عايز مش عارف اصور، انا عايز اعدل كذا؟ لا، ما ينفعش طبعا. يبقى كل ابلكيشن ليه وظيفه محدده ما ينفعش يعملها، يعمل اي حاجه غيرها. وفي نفس الوقت اي برنامج ليه وظيفه تانية غير وظيفته ما يقدرش يعمل وظيفته. تمام؟ اتفقنا. اتفقنا. ده الاوبريتنج سيستم والابلكيشنز. سهله ولا؟ ده بالنسبه للاوبريتنج سيستم والابلكيشنز. تعالى في الامتحان يسالك يقول لك في برنامج احنا بنستخدمه في مستشفى علشان نعد المرضى والعيانين والدكاتره والزوار والناس اللي مش عارف فين. البرنامج ده يبقى اسمه اوبريتنج سيستم ولا ابلكيشن؟ طبعا يبقى اسمه ابلكيشن. تمام؟ تمام. ليه؟ لان ليه وظيفه غير وظيفه الترجمه اللي احنا شرحناها واحنا بنتكلم عن اوبريتنج سيستم. تمام. طيب تعالوا في عجاله سريعه، او بلاش في عجاله سريعه، خليها بكره، خليها بعد بكره. احنا اتفقنا ان احنا بكره اجازه ان شاء الله. بكره اجازه. بكره ايه؟ اجازه عشان تذاكروا. بكره اجازه عشان تذاكروا. اتفقنا؟ لو سمحتوا اللي عايز يسال يتفضل يسال بهدوء، بهدوء وبالراحه وبشويش. اتفضلوا اسالوا. انا انتهيت المحاضره بتاعتي عند الهاردوير والسوفت وير. كده احنا واقفين عند حاجه اسمها سوفت وير ديفلوبمنت. اول حاجه هنتكلم عنها المحاضره اللي جايه ان شاء الله تطوير البرامج، السوفت وير ديفلوبمنت. المحاضرات اللي قبل كده تابعونا على الصفحه على الفيسبوك، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الدارين.com، الدعم الفني ومين بيكتبها. موقعي انا على اليوتيوب، انا الموقع على اليوتيوب في فيديو واحد بس، فمش هقوله، لما يتملي هبقى اكتبه. صفحتي على الفيسبوك الساوند كارد انبوت واوتبوت مع بعض. النتورك ممكن انبوت واوتبوت مع بعض. حد له اسئلة اخرى؟ كم محاضرة قبل دي؟ هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة. حد عايز يسأل؟ حد تاني عايز يسأل؟ أنا كفاية، أنا خلصت كلام. الوورد إن شاء الله بإذن الله بعد الأي تي. اللي عايز أي سؤال. حاضر، لحظة واحدة.
بعد اذنكم لو سمحتوا، لو سمحتوا دقيقة واحدة. اللي عايز يعرف اي تفاصيل، اللي عايز يعرف اي تفاصيل عن الكورس بتاعنا ده بتاع ايه وايه فايدته، يدخل على اللينك ده. الناس اللي لاول مره تسال وبتقول احنا بنتعلم ايه اصلا، اللي جاي الكورس ومش عارفه الكورس عن ايه، ادخلوا على اللينك ده هتعرفوا كل حاجه. في فيديو في الصفحة على الفيسبوك، للأسف هو الفيديو ده هو الوحيد اللي عملته لحد دلوقتي، إن شاء الله بإذن الله يكون في فيديوهات تانية. حد عنده أسئلة تانية؟ حد عنده أسئلة أخرى؟ هل لديكم أسئلة أخرى؟ اكتبوا، اكتبوا، اكتبوا. اوه اوه، كله ساكت. اتفضل اسأل. الميعاد يوميا، الميعاد يوميا الساعة 9 مساء، بس مفيش بكرة. يوميا 9 مساء بتوقيت القاهرة، بس مفيش بكرة. اسئلة خارج الموضوع لو سمحتوا بلاش. يعني ايه البلوتر؟ نسيت. البلوتر ده حاجه زي البرينتر كده بس اكبر، وبتطبع اكتر ومقاسات اكبر، وبتطبع البروشورز. عارفين البروشورز؟ عارفين البروشورز؟ عارفين يعني ايه بروشور ولا مش عارفين؟ بروشور. حد راح اي معرض كتاب او معرض كمبيوتر قبل كده؟ حد راح اي معرض كتاب او معرض كمبيوتر قبل كده؟ الناس اللي راحت معارض كتاب او معارض كمبيوتر بتلاقي شركه بتقدم لك ورقه زي البلاستيك كده عليها رسومات وملونه احمر وازرق ومش عارف واصفر والحاجات دي. كل الحاجات دي اسمها بروشورز. الاعلانات اللي بتتوزع عليك دي كلها اسمها بروشورز، اللي هي بتبقى مطبوعه على ورق زي البلاستيك، وبتبقى حاجات مطبوعه على ورق كبير كده بروشور. ايه فايدة اي سي دي ال؟ ادخل على اللينك ده. بروشور. الاسئلة موجودة جوه فولدر اسمه سلايدز 1 وسلايدز 2. دي الاسئلة. هتلاقي فولدر بتاع كل مادة، يعني هتلاقي كلمة ويندوز ده الفولدر بتاع اسئلة الويندوز، هتلاقي كلمة اي تي ده الفولدر بتاع اسئلة الاي تي. اسماء، ده لينك للناس اللي عايزه تعرف يعني ايه اي سي دي ال. ازاي اشترك علشان الامتحانات؟ روح في بلدك اسال على مركز معتمد. اللي عايز يسال على الامتحانات تاني، لا ده موضوع كبير. كان مانج فام في سبيسيفيك بروجرامز، ده موضوع كبير مش هقدر اجاوبه دلوقتي. الشهادات الدولية، لا مش ممكن رقم الموبايل. اي تواصل على الفيسبوك للتواصل مع المحاضر. ماشي ماشي ماشي، احنا ممكن نعمل كده.
ده للتواصل مع المحاضر. الشهادات الدولية كتير، ده موضوع كبير قوي، موضوع الشهادات الدولية ده صعب قوي ان انا اجاوبك في 5 دقايق. بسيطة، ناخده احنا كوبي. الأسئلة موجودة على السايت ده اللي مكتوب قدام حضراتكم ده، هتلاقوا على الشمال تاب اسمه ICDL. احنا ممكن نعمل حركة لذيذة ظريفة، ممكن اجي كده اتفضل اسأل يا 193 اتفضل اسأل او اتفضلي اسألي. انا ما عنديش ما عنديش اي معلومات عن اي دورات تانية، انا ما عنديش اي معلومات عن اي دورات تانية. انا حاليا مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، تخصصي في الاوفيس عموما لحد دلوقتي حاليا. اتفضل يا 187. حد عايز يسأل؟ شحن البايس ده موضوع كبير، موضوع هاردوير كبير قوي، يعني موضوع كهرباء. طيب الله اعلم، لسه مش عارف هتشرح ايه بعد ICDL، الله اعلم. مفيش محاضرة بكرة، مفيش محاضرة بكرة ان شاء الله. يعني ايه مش فاهم؟ لما اعمل حاجة كوبي بتتخزن فين؟ يعني ايه مش فاهم؟ المحاضرة الجاية بعد بكرة الساعة 9 مساء ان شاء الله، بس بعد رمضان. بعد رمضان يا استاذ نور. ان المحاضرة الجاية بعد بكرة الساعة 9 مساء. الصفحة مش بتفتح على الفيس. طيب هستأذنكم، هستأذنكم 5 دقايق. طيب جزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير، هستأذنكم بس 5 دقايق، هعمل سكرين شيرنج ازاي نعمل داونلود للأسئلة. ممكن؟ أيوة في أسئلة. لحظة واحدة بس، لحظة واحدة هستأذنكم. دلوقتي احنا دخلنا على صفحة الفيسبوك بتاعتي مايكروسوفت اوفيس مانيا، ممكن ندخل على العنوان ده. لو العنوان بتاعي مش بيفتح معاكم، بدخل على تاب اسمه ICDL على الجنب كده اهي، ICDL كده، هلاقي صفحة زي دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اقدم لكم الكتب العربية والانجليزية ونماذج الاسئلة وهكذا. عايز اي معلومات عن الرخصة الدولية في مصر؟ الموقع ده خاص بمصر فقط، icdlegypt.gov.eg. عايز تحمل الاسئله، عايز تعمل داونلود للاسئله، على اولا الاسئله معموله في ملف مضغوط، علشان كده لازم يكون عندك برنامج زي وينرار اللي احنا كلنا بنستخدمه.
كمان علشان الاسئله علشان تطبق لازم يكون عندك اوفيس علشان تطبق، ولازم يكون عندك، احنا عندنا حاطين كتب بي دي اف، فلازم يكون عندك ادوبي ريدر علشان تقرا كتب البي دي اف. تمام؟ طيب اختار اي لينك من الاربعه دول، اي لينك من الاربعه دول واعمل داونلود. مثلا انا هختار ده، اوبن لينك ان نيو تاب، اختار كده. هيقول لي اضغط هنا للتحميل، فهضغط للتحميل. داونلود مثلا فروم ده مالتي ابلود او ماس ميرور. اختار اللينك اللي يعجبك، كلهم زي بعض، الناس كلها مثلا بتحب تحمل من ميجا ابلود فهيعمل داونلود هنا. او اختار مش عارف، سكيب الاعلان ده، اختار مثلا مش عارف منين، من بادونجو، اختار من رابط شير، اختار من ميجا ابلود، اختار مش عارف الحاجات دي كلها، اختار اللي انت عايزه. الملف حجمه حوالي 200 ميجا تقريبا، فاختار اللينك اللي انت عايزه وحمل منه. انا رافعها على اربع لينكات كلهم زي بعض، اختار اللي اسهل لك واعمل منه داونلود للينك. ده فيديو عايزكم يعني يفضل لو تشوفوه، اصغر طفل حصل على اي سي دي ال في مصر، عنده 9 سنين تقريبا وبيشرح للمدرسين زي ما هتشوفوا في الفيديو. ممكن تدخلوا على الصفحة دي كده وتشوفوا الفيديو، تدخلوا على الفيديو او تعملوا بلاي للفيديو وتتفرجوا على الفيديو. تمام؟ ده بالنسبة لازاي اعمل داونلود للاسئلة. كده انا انتهيت، كده انا خلصت. اي لو سمحتم اللي عايز يسأل اي سؤال النهاردة او بكرة لحد ميعاد المحاضرة اللي جاية ممكن يبعت لي على الفيسبوك او على الصفحة بتاعتي. تمام؟ وانا ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله بتاعه حضراتكم. اي سؤال تاني في دقيقه، في دقيقه بس، في دقيقه واحده هجاوب على سؤال. طيب جزاكم الله، جزاكم الله كل خير، وهنترككم في رعايه الله وامنه، وان شاء الله باذن الله هنكمل الاي تي بعد بكره. كده الاي تي لسه ما خلصش. انا عارف ان الاي تي اصعب ماده على فكره، الاي تي اصعب ماده في السبعه، أصعب مادة بالنسبة للمبتدئين في السبعة. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله هيكون سهلة سهلة علينا، بس إحنا نذاكر، يعني ما تكتفوش بإنكم باللي أنتوا سمعتوه بس، ذاكروا ذاكروا معايا. تمام؟ ونلتقي إن شاء الله، ميعادنا إمتى؟ بعد بكرة الساعة 9 مساء، يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء. واللي عايز المحاضرات يدخل على صفحة ملتقى الدارين، أكاديمية ملتقى الدارين في الفيسبوك ونشوفها. ماشي؟ جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. صح؟